في واحد عايز يقابل حضرتك يا فندم. اسمه ايه؟ ما كانش عايز يقول اسمه في الاول، ولما قلت له ان احنا لازم نعرف الاسم وموضوع المقابله قال ان اسمه كمال عبد الدايم وانه عاوز حضرتك في شغل. خليه يخش. حاضر يا فندم. اتفضل. صباح الخير يا زهرة. هاني انت؟ مش معقول. مش تسلمي الاول؟ انت مش كنت قابض عليك وسجنت؟ ايه يا مدام؟ بلاش اقعد يعني؟ هفضل مادي ايدي زي الشحاتين كده؟ خلاص اقعد انا. انا مش فاهمة حاجة. احسن عشان ما تتعبيش مخك. يا ترى بقى المطلوب مني المرة دي ايه؟ ما انتوا خلاص لفقتوا له تهمة مخدرات ورمتوه في السجن. مدام زهرة ده مش اسلوبنا. احنا ما بنشتغلش بالاسلوب الحقير ده. وبعدين المخدرات ما كانتش من عندنا. طبعا انتوا لازم تقولوا كده. انا مش هكدب عليكي ومش محتاج اكدب عليكي. عارفة ليه؟ عشان احنا ما فيش حاجة بتستخبى علينا يا هانم. يا ترى بقى اقدر اعرف سبب الزيارة دي ايه؟ اولا مبروك على نجاحك في ادارة المجموعة بالشكل المبهر ده. وانت عرفت ازاي؟ عيب يا مدام، عيب تسأليني سؤال زي ده. صح فعلا، انا نسيت ان انتوا بتعرفوا كل حاجة في كل حتة في كل. مظبوط كلامك. وبعدين انت دلوقتي مكان فرج ومعاكي توكيل عام، يعني ممكن تتصرفي بداله. يا ريت يا استاذ كمان نجي من الاخر ونخش على طول في الموضوع. تعجبيني الحقيقة مدام. احنا كان لنا طلب صغير عند الحاج ان احنا نبقى شركاء مع بعض. احنا 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 على طول كده بتتكلم بصيغه الجامعة. انا نفسي اعرف انتوا مين. السؤال ده مش هقدر اجاوبك عليه دلوقتي الا لما نتفق، وفي الوقت المناسب هيظهر لك الشخص اللي انت اكيد كنت عايزه تعرفيه. ويا ترى بقى عايزين تشاركوا بنسبه قد ايه؟ 40% كاش. عيب عيب يا مدام تقولي كلام زي ده. اللي نعرفه عنك ان انت مخك كبير بدليل الشغل الكبير اللي انت عاملاه في المجموعه. ما عايزين تشاركوا بيه؟ بالمجهود. بالمجهود؟ ومين قال لكم ان انا محتاجه مجهود؟ لكن محتاجه حمايه. طب افرض الحاج ما وافقش؟ انا بكلمك انت بصفتك المسؤوله عن اداره المجموعه، مش بكلم الحاج. ما انتوا سبق عرضتوا عليه وما وافقش. وهو رفض، وقلنا اكيد ان انت هتوافقي تتعاوني معانا لما كنت بتمرضي في المستشفى، ولما لقيناك اتجوزتيه قلنا عال اهو نديكي فرصه تانيه، ودينا اتقابلنا في ظروف احسن. طيب خلاص بقى، انتوا المفروض تدوني فرصه ثالثه ومعاهم حوالي 4-5 ايام كده، افكر بس وبعدين ارد عليكم. وماله يا مدام، قدامك اسبوع بحاله. والله كتر خيرك، متشكره قوي. بس المره دي بقى ما تحاوليش تلعبي معانا. ده اذا كانت حياتك غاليه عليك. ودلوقتي استاذن، سلام. وازاي يا حامد بيه تسيب واحده زي دي تلعب بيك كده؟ ده انت سمعتك طول عمرك دون جوان وراجل اعمال كبير قوي. الحب يا حاج. يا سلام، كنت بتحبها قوي كده؟ واكتر من كده. طب ولما انت بتحبها كده قتلتها ليه؟ بعد ما صرفت عليها دم قلبي، لقيت دم قلبي بيتصرف على واد ما يسواش 3 تعريفه. اقول لك عيد كام يا حامد بيه؟ اكتر من 40 مليون. مصري ولا امريكاني؟ لا طبعا بالمصري. عارف لو كان اللي صرفته عليها بالدولار زي صاحبك اياه كنت خدت اعدام. وانا عبيط؟ انا لولا اني اصريت ان اكتب عليها عرفي كان زماني حصلته. طب وايه الفرق يعني يا حامد بيه؟ الفرق انها مراتي. لما دخلت عليها لقيتها مع عاشقها قتلتها، فاخدت حكم مخفف. عملوها اولاد الابلسه. على العموم اذا كانوا عايزين يدخلوا معايا في حرب انا بقى مستعد لهم. مستعد لهم ازاي بس يا فرج؟ انت قاعد جوه هنا في امان، انا بقى اللي قاعده بره في وش المدفع. ما تخافيش حبيبتي، انا مستعد اجيب لك جيش من الحرس يحرسوكي. وعلى ايه كل ده يا فرج؟ ما تهودهم، شوف هم عايزين ايه وادهم لهم. والله ولا مليم، احنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي شغلنا. معلش يا فرج سيرهم عشان خاطري، دول بيقولوا ان هم ممكن يخرجوك من القضيه ديت.
ربك مع المظلوم. القضية دي فيها ملعوب كبير قوي يا زهرة. ونعم بالله. بس على فكرة يا فرج، هم أكدوا لي إن هم معهمش يد في الحكاية ديت. كدابين ولا كدابين؟ أمال مين يا زهرة؟ مين اللي عمل فيا العملة المنيلة دي؟ طب أنت رأيك إيه يا منتصر؟ والله يا ست زهرة أنا شايف إن الحاج دماغه ناشفة أوي. والعند اللي راكبه ده هيعرضك أنت للخطر. طب ما هو أنا ما أقدرش برضه أتصرف في حاجة مش بتاعتي. إزاي بس مش بتاعتك يا ست زهرة؟ الله، مش أنت مراته؟ وبعدين ما هو عامل لك توكيل عام. ايوه بس انت ناسي ان هو ليه 2 مراتات على ذمته واولادهم كمان. ايوه يا ست زهره، بس انت اللي انقذتي المجموعه دي من الانهيار، انت اللي وقفتيها على رجليها وزودتي ارباحها. كنت لازم اعمل كده يا منتصر، دي امانه برضو. بعدين ما تنساش ان الحاج قال لي هيعمل لي نسبه في الارباح ديت، الواد برضو اللي في بطني ده. شوفي يا ست زهره، صراحه انا مش خايف في الموضوع ده كله غير عليك انت. تنسيش ان الراجل قال لك ان الحاج دلوقتي بره الاتفاق لانك انت اللي اصبحتي مسؤوله. تفتكر يعني هيعملوا فيا ايه؟ لا، من ناحية يعملوا هم ممكن يعملوا كتير. يقتلوني يعني؟ دي أقل حاجة، أقل حاجة ممكن يعملوها إنهم يقتلوكي. وبعدين ما تنسيش اللي في بطنك، أنت دلوقتي اللي مسؤول عنه. يا ترى قدرت تفكري كويس يا مدام زهرة؟ آه طبعا فكرت. يعني أقول مبروك عليك وعلينا؟ وبنسبة إيه؟ بمناسبة العقود اللي هنمضيها سوا. لا تقصد العقود اللي انا مش همضيها. مش فاهم. هو انا ما قلتلكش؟ اصل انا رفضت العرض بتاعكم. معقوله يا مدام زهره؟ انا مش قادر اصدق اللي انا بسمعه ده. انا اعرف عنك ان انت ست في منتهى الحكمه. ما انا عشان كده رفضت العرض. اقدر اعرف السبب؟ اني مش محتاجه لحمايتكم. انت متاكده يا مدام؟ مهم. وعندك استعداد بقى تتحملي نتيجة قرارك ده؟ الحقيقة مدام أنا خايف إن القرار ده ما يكونش قرارك، يكون قرار فرج، لأن أنت اللي فش المدفع وهتتحملي كل شيء. تمام. معلش يا أستاذ كمال، أصل أنا عندي شغل كتير قوي مش فاضية. أنست وشرف. وماله مدام، أنا كمان ما أحبش أعطلك عن شغلك. على إذنك. مع ألف سلامة.